عليك خير بخير بارتي في لاباس خير لاباس بارك الله عليك يلا فريد شوي فريد وكان يعني استقبال كبير استقبلنا مثلا يوم الفئه تقريبا فئه عموريه يعني متنوعه ما بين يعني الطفل ما بين الشاب ما بين الكهف بالاضافه الى الاجانب اللي استقبلت واحد الوفد ديال الجمعيه من برشلونة كانوا حضروا هنا وكان عجبهم الفضاء وعجبهم المسائل دي كاين شي جي بالفعل كاين شي جي يعني كل صوره مربوطه بالنبضه الحياة هادو بالنسبة للفضاء هو حاول أنه يكتب ميزانية ديال العرض اللي فيها تطوير ميزانية الجغرافية المنطقة كان واحد النواة اللي هي تنفع
داخل الحضاره المقاومه انتفاضه حول الضوء حتى هي الموضوع هذا عطينا هذا يعني هذا الشكل السينوغرافيه ديالها كما كانت في هذاك الوقت يعني كان هنا وكانوا تيدي صناعي العود وحاولنا نعطيو هذا الشكل الحاجه يعني كدير الحاس هي تم التوقيع ديالها ان شاء الله الله يوفقها ان شاء الله. الشيطان الرجيم. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان أنا منه بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا السلام على أشرف المرسلين سيد مندوب السيد سامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير سيد رئيس المجلس الإقليمي سيد نائب البرلماني سيد رئيس المجلس العلمي المحلي سادة رؤساء المجالس المنتخبة سادة المنتخبون سادة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير سادة رؤساء المصالح الأمنية والإدارية والخارجية سادة سيدات فعاليات المجتمع المدني وممثل وسائل الإعلام أيها الحضور الكريم يطيب لي في هذا اليوم ونحن نحتفل جميعا بافتتاح هذا الفضاء التربوي والتثقيفي والمتحفي للمقاومة وجيش التحرير بتنغير الذي يحمل دلالة تاريخية مجيدة ويمثل رمزية عميقة لبطولة خالدة جسدت على الدوام رابطة التلاحم متين بين الشعب والعرش هي حقبة تاريخية مشرقة في السجل التاريخي الوطني الحافل بالبطولات. يطيب لي إذن أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر جزيل الشكر صلاة عن نفسي ونيابة عن ساكنة إقليم تنغير أن نشكر السيد المندوب السامي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على العناية الخاصة التي يوليها دوما لهذا الإقليم العزيز ولأقاليم المملكة وعلى النتائج المهمة التي حصل عليها لصالح المقاومين وأعضاء جيش التحرير والتي لا يسمح المجال هنا لذكرها وهي كثيرة ومتعددة فجزاه الله منا خير وجعلها في صالح أعماله. إننا نستحضر معكم اليوم بهذا التدشين وبكل فخر واعتزاز جزءا من تاريخ بلادنا الحبيب من بطولات رجالات هذا الإقليم المجاهد ولعل معركة بوغافر المجيدة التي خاضها أبناء هذا الإقليم في 13 فبراير 1933 دفاعا عن حرية الوطن ومقدساته بقيادة العرش العلوي المجيد في سبيل الحرية والاستقلال والكرامة لهي أكبر ملحمة مشرقة ستظل خالدة في وجداننا وملهمة للأجيال القادمة. وبالرغم من شراسة العدو كما بقضية وحدة بلادهم واستقلالها لا مشروط تحت قيادة الملك المجاهد محمد الخامس طيب الله تعالى تكون مدرسة للجميع لتعلم قيم المواطنة الحقة ومعاني تضحية الجسام من أجل وحدة هذا الوطن أن نترحم على أرواح المجاهد الطائرة وعلى رأسهم الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله تعالىهما وعلى كافة المجاهدين البررة سائلا الله العلي القدير أن يدخلهم في رضوانه ويسكنهم فسيح جنانه ويجزيهم موفور الجزاء كما نسأل الله العلي القدير أن يحفظ مولانا الإمام أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي حسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وأن يحفظه في سائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم. وصحبه أجمعين. السيد العامل المحترم سيد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المحترم
سيد رئيس المجلس العلمي المحلي، سيد نائب البرلماني المحترم، سادة رؤساء المصالح الخارجية، سادة ممثلي المجتمع المدني، حضرة السيدات والسادة، أجدد شكري وترحابي بالسيد المندوب السامي لخدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وأعبر عن امتناني له للعناية التي يليها لهذا الإقليم بالمساهمة في المجال المخلدة للملحمة الوطنية بهذه الربوع من المملكة الشريفة. يندرج مشروع إحداث الفضاء التربوي والثقافي والمتحف المقاومة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد عام الإقليم، السيد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يطيب لنا في إطار مجلس البلدي لتنغير أن نرحب بكم جميعا وبالسيد المندوب السامي الذي ما فتئ وبشكل منتظم يتواصل معنا في تنغير ويقدم مجهوداته للارتقاء بأوضاع فئة المقاومة وأعضاء جيش التحرير بالمنطقة. وما تدشين الفضاء التربوي والتثقيفي والمتحفي للمقاومة اليوم إلا تجسيدا لهذا التوجه الممتد في الزمن. وبهذه المناسبة لا بد أن ننوه أيضا بجهود السيد عام الإقليم والمجلس الإقليمي والمجلس البلدي وفعاليات المجتمع المدني في هذا الخصوص. وبارك على سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد عامل إقليم تنغير، السيد الكاتب العام لعمالة إقليم تنغير، السيد رئيس المجلس الإقليمي لتنغير، سيد النائب البرلماني، السادة رئيس وأعضاء المجلس البلدي لتنغير، والسادة رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة، سيد رئيس المجلس العلمي المحلي، السادة رجال السلطات الإدارية والأمنية والعسكرية، والسادة رؤساء المصالح الإقليمية، سيدات والسادة أعضاء المقاومة وجيش التحرير، سيدات والسادة ممثلو الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، سادة أعضاء جمعية أبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، سيدات والسادة ممثلو وسائل الإعلام، حضور الكريم، هذه واحد اللحظة تاريخية نعيشها بهذا الإقليم المجاهد، إقليم تنغير الذي نقف فيها، التي نقف فيها على تدشين الفضاء التربوي والتثقيفي والمتحفي للمقاومة وجيش التحرير لإقليم تنغير. هذا المشروع الوطني الهام والواعد الذي نهنئ أنفسنا جميعا على إنجازه، وهو إنجاز سيظل عربون وفاء وبرور واعتراف بالذاكرة التاريخية الوطنية والمحلية.